مرحبا بكم متتبعي قناة الدار. اليوم احنا كنتواجدوا بسوق اللحوم الحمراء بمدينة الرباط. غادي نحاولوا نقربكم من خلال اسعار اللحوم الحمراء، واش كتكون مرتفعة او لا كتكون كيف الايام العادية. بقاو معنا باش تعرفوا التفاصيل اكثر. الاثمنه ديال اللحوم بقى هي بقى ما تزادت ما والو، بقى اللحم 90 درهم الكيلو، اللحم تيدير 90 درهم الكيلو، ولكن البيع والشراء بقى عيان شي شويه، الناس بقى ما حركه عيانه شي شويه. كيف جاوك الاثمنه ديال اللحوم الحمراء؟ المهم اللحوم الحمراء زعما الاثمنه مزيانه كما تناخذها في الايام العاديه تناخذها دابا، يعني اثمنه مناسبه، يعني بحال ما كاينش شي تغيرات. في الاول ديال رمضان كيكون كلشي مرتفع وكتكون الحركه مشيتي شويه، حدو كيفوت 10 ايام 15 يوم كتولي الاثمنه تضرب بصح تبدا تطيح شي شويه، حيت السلعه كتكثر، حيت ملي كتخلال السلعه كتزيد، وماشي حنا اللي كنزيدو انما من بلاصتها. المقارنه مع رمضان ولا من غير رمضان هي اثمنه في المتناول، وما كاينش شي فهمتيني، ما كاينش شي ازدياد ارتفاع في الاثمنه اللي هو بزاف. كيكونوا حوايج اللي هما يلاه تيداروا بالسيزونيه كما تنقولوا، تيداروا في رمضان، هذوك تيكون عندهم واحد الثمن اللي تيكون زايد، لان تيكونوا مخدومين بشي حاجه اللي هي زايده، اما بالنسبه للدجاج الكفته وهذه الثمن باش كناخذوه في الايام العاديه هو الثمن ديال رمضان عادي ما كاينش. في الاول ديال رمضان وقبل شي شويه بشي 3 ايام 4 ايام تيكون شويه ديال الارتفاع، كتزيد ديك 5 ايام في رمضان 7 ايام كيبدا يهبط الاثمنه كتبدا تهبط. اللي تيطلبوا الكليان تيطلبوا بحال الكبده، كبده، المخاخ الكري، الكفته، حاجه ديال الشهيوات، الناس ما تديرش الطاجين بزاف، فالشهر ما تديرش الناس الطاجين بزاف، تمشيو اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء يمشيو ليها، ما الطاجين ما تيتكالش بزاف. انا اغلبية تنجي على هذا الشيء ديال اللي معمر، هذا الشيء ديال شابيتخي وهذا الشيء اللي منسي وهذا الشيء اللي تنعمر به داك الشيء ديال المبلحات، اغلبيه تجي على ودهم لي ستيك وستيك تاعهم. الانواع ديال اللحوم اللي كتبغي؟ كل شيء كل واحد والاكثريه اللي بقيت بقري هو الاكثريه هو اللي كيوصل، ولكن الحركه ماشي كما شي عن الجزيره، الحركه ماشي مزيان. تيطلبوا لي سوسيس، لي بروشيت، لي كروكيت، لي سلطه، لي ستيك، بزاف ديال الحوايج تيطلبوهم. الناس تجيب المليح تتعلف المليح حاجه مزيانه باينه، تيدوز على الطبيب حتى تطلع الحوان ديال عباد الله، ما كاينش شي حاجه خايبه، المراقبه جيد ديال هذاك الشيء ديال الاسواق اللي تيكون شويه ما كاينش فيه المراقبه، اما المدينه هذا بدا تيكون المراقبه في هادشي. الدجاج هذا ما كيكونش تيكون دايز عن طريق المختبر، يعني ما كنشريوش الدجاج اللي كتذبحو في البلاصه وهذا، يعني كتجينا للسوق المركزي كتاخذ حاجه كتعرف راسك بلي غتاخذها مزيانه غاديها لوليداتك ما غتاذيهم حتى شي حاجه هادي، وحنا زبناء هنا ديال سنين واعوام هادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.